أنا سؤال سيدي، تفضل. هل يجوز الصائم أتقرب على حرمته شيء؟ إذا كان يتقرب إلى امرأته يلمسها يقبلها ما في بأس، لكن ينتبه يا أحمد لا يعني لا ينزل منه ما ينزل من الإنسان عند الوطأ أو يرجع معها. أما التقبيل واللمس لا بأس به، لكن ينتبه لا يفسد صومه بإخراجه، يعني بأن يخرج منه ما هو معروف.